نشكو من السيطرات، السيطرة تأخر السيارات يومين ثلاثة أيام، يأخذون قمرك كل سيارة يأخذون عليها 250 ألف 300 ألف، يلا تصل أربع خمسة أيام يلا توصلنا السيارة. وهذا الحاصل قدام الإذاعة، الناشد رئيس الوزراء الأستاذ عادل عبد المهدي، الناشد المسؤولين، حالتنا تعبانة كلش، خلي بون السوق شنو هو، يوصل الساعة بالتسعة بالعشرة الزراعة، كل السوق تعبان عمي، السوق كله تعبان، هاي العمال يومية العمل ما جات تطلع 10,000 دينار. زين تكاليف عمي هسه هذا يطب عليك ب 500 دينار، السيطرات تاخذ لها 500 ألف يوصل فوق ال 700 عندك الحاصل. الطماطم هسه هاي الطماطم جاي نستوردها 400 دينار، طب هسه 600 دينار، تتاخر كروت السيارة 800 ألف. بالسيطرة ياخذ له 300 400، وين ما تروح تسليم بالشوارع عمي. معاناه هو المستورد، مستورد اثر على المحلي. زين هسه الفلاح من يجي يجيب الزرع ماله يلقى المستورد ارخص بعد ما يزرع، لان كله جاي يخسره. هسه مثل يكلف الخيار عليه ب 400 دينار، يجي للسوق يلقى المستورد ب 350، فلاح ما يزرع بعد. فلذلك اكثر الفلاحين عافوا اراضيهم قاموا ما يزرعون، لان اذا هو يتعب هو عائلته وش اسمه يجي المحصول ما يحصل من عنده بعد ما يزرع. هاي سبب المستورد. زين ثاني شيء تكاليف، هسه احنا نعاني من تكاليف الشارع، سيطرات واجهه ياخذون من السواق، يا سيطره يجي الى مو فلوس ما يعبر، هاي كلها من سليمانيه اللي جاي. زين كلها سيطرات تاخذ رشاوى يلا تعبر السيارات. الفلاح مشكلته الكيمياوي، السيطرة ما تخليه يفوت الكيمياوي للزرع مالته، ويجي للمكتب يلقى زرع أقل مما هو تعبان به. خوش حكي. الثانية تجي على السيطرة، تجي احنا نفتحنا الساعة الثنتين، السيطرات الرئيسية ما تخلي الفلاح يطلع إلا الساعة الأربعة، بين ما يوصل الفلاح اللي جاي موجود هو أكثر شيء المستورد، المستورد أقل من سعر الفلاح. فالفلاح يعني تعبان بهالنقطتين، اولا الكيمياوي وثانيا السيطرات الرئيسيه. زين هاي بعلوه الرشيد، مستورد هو اكثر هاي الثلاث علوات النموذجيه والرشيد والتعاونيه كلها تريلات مستورد. لا مو لا لا مو رشاوي، مثلا دخول انا عندي فلاح يجيب زرع، ويا زرع يجيب ويا خس، الخس ياخذ عليه 13,000 ودخوليه 3,000 دينار، يعني 16,000 يلا يدخل للعلوه. المنتوج المحلي ياخذون 3,000 دينار دخوليه. منو اللي تاخذ؟ الجبايه مالت الباب الرئيسيه. هاي على كل السيارات بيها، هاي شيء عادي وشغله حلوه 3,000 دينار. ماكو دعم، اولا المي، ثانيا الكيمياوي، ثالثا مساعده الفلاح من قبل الدوله ماكو على الفلاح. بس من تجي تشوف باليوتيوب او الفيس ولا تشوف الفلاح يزرع لك انواع الزرع بارقى شيء، ليش؟ لان الدوله تعاونه بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من حصادات، من كيمياوي، من بذور، من كل شيء. هسه احنا نجي البذور مالت البانية مالت العام، اول عام نسميها محية لها، يدورون كل من يدور لها شوية على مود يزرعها هاي السنة. بس هو المفروض شنو؟ المفروض لازم يجايب الدولة توفر للفلاح العفو حبوب بأسعار زينة، كيمياوي كيمياوي بأسعار زينة، أو تسمح للفلاح جلب أي مادة كيميائية لزرع الأرض. المنتوج المحلي على التربة العراقية خير من الله، والدليل أنا عندي جماعة بالخارج يعني يطلبون الحاجة العراقية للي يروحوا لهم للخارج، على مود يقول له والله بيها تربة أهلنا، ليش؟ الحموضة والملوحة مالت قاعدنا ماكو كل دول العالم. اي مو قلت لك، مو قلت لك الدول مالتهم معاونتهم بطريقه مباشره وغير مباشره، من بذور، من حصاد، من كل الامور اللي تريح الفلاح.
هسه انت هسه 30 ترجع للعراقيه، الطماطم العراقيه صارت عندنا صندوق بالصيف، هذا موسم خسرج، موسم مال خسرج مال دجيل، صار الصندوق ب 3000 دينار، وهو هسه صار الصندوق ب 3000 دينار كثره وما الها مستورد، يعني هسه احنا نستورد من غير دوله، نستورد من ايران، نستورد من سوريا، نستورد من اي دوله نستورد، ها؟ لو احنا نورد هالدول هذه مثل ما نستورد من عندها نطيها عوفها، ما نستورد من عندها ولا نستورد من، نسوي معامل مال معجون، معامل مال معجون عندنا كانت عندنا هنا موجوده بالعراق، هسه ما عندك معامل مال معجون بالعراق ابد، احنا نستورد المعجونه من غير دوله، ما استفاد فلاح، نصير الصندوق مالته ب 3000 دينار وما عنده دعم من الدوله هبط، معنوياته هبطت فد مره، ما يقدر يشتغل. شيء اكيد فلاح من الطب عنده البضاعه هو لو ما عليها تكلفه قوي مساعدة الدوله بضاعه مالته سهله يقدر يشتغل حاله حال المستورد، حاله حال منين يجي من الخارج يقدر، حتى يقدر يموت المستورد، عنده دعم من الدوله، عنده قصد شو اسمه قبل امانه يسوونها امانه، يعني تسعيره تطلعها الامانه. اليوم اريد من عندك الزر بوتيته ب 300 ب 300 تلقى غير مكتب يبيع فوق 300 لا يتحاسب بالمكتب وغرامه عليه، هاي قبل. هسه ما عندنا، كل من تسعيرته بكيفه، يبيع ب 500 يبيع ب 600 كل مكتب بكيفه هالشكل. لو الدوله تحاسب هم تحاسب المكاتب وهم تدعم الفلاح يستفاد، الدوله تستفاد من عنده والفلاح ما استفاد وانت ما استورد من اي دوله. اها رقابه وضريبه، كانت رقابه وضريبه، هسه ماكو لا رقابه ولا ضريبه. لو اكو رقابه وضريبه تسعيره الفلاح كمثال، احنا عندنا الفلاح مدعوم عنده دعم، عنده دعم للدوله مثلا، هذا الفلاح تسعيره مالته 300 دينار، لا تضر المواطن مالتك ولا ضر نفسك ولا ضر الفلاح من الجهتين، لا ضر المواطن ولا ضر الفلاح، انت داعمه مطي دعم، مطي بيوز زجاجيه ومطي كيمياوي ومطي بذور، ها صحيح مبلغ بسيط، اكو مبلغ اكو الدوله هسه تعطي مبلغ مثلا طن ب 650 الف تعطي للفلاح كيمياوي، طن ب 650 الف تعطي للفلاح ب 300 هيجي من الدوله، استورده من الدوله، انا هسه اروح استورد من الدوله ب 300 الف، خير ما اشتري من التاجر ب 650. والله البطاله هنا اي شهاده عنده، اكو ماجستير، اكو شهاده دكتور، دكتوره يعني، ويشتغل عربانه يدفع. عندك من الجنوب من الديوانيه هواي، عندك من الكوته هواي، عندك من الناصريه هواي، عندك من كل المحافظات مو بس محافظه واحده، شهاده. الله وكل ذاك اليوم سالت واحد قلت له انت شنو؟ قال والله مخلص شهادتي وسلم شهادتي بجيبي، ما عندي تعيين. ما عندي تعيين، هذا مو ظلم؟ هذا تستفاد من وراء، انت تستفاد من وراء. هذا شاب جايك للطريق. استفاد من وراء، ليش تخليه يدفع عربانه؟ سيطره. مال السيطرة مال 75 والله ما ادري، يعني انت حسب المنطقة حسب الامان، يعني جوز اكو منطقة ما بيها ذاك الامان ويخافون على الناس، هاي وحدة. يعني احنا ما احنا شوف انا احكي لك، احنا مو كلها والله ابو الحمل ما جاي تعرف، يعني ابو الحمل يعني الى شيء اكيد الى وقت، يعني خلينا احكي لك اكو وقت لا يعني لا وقت تطي مثلا، اكو وقت محدد مثلا من 8 العصر لحد 10 بالليل، هاي مسألة عادية، لحد 11 مو مشكلة. هاي يقدر الفلاح يكمل حمله ويطلع يبات هنا. بس لا تقطع مثلا تقول لحدك لثمانية للسبعة ما يلحق الفلاح. اعطيه وقت محدد. ها؟ هم أنت تعينه وهو هم يعينك. الجبايات عندنا جبايات هنا بالعلوة، اكو بابية يسمونها بابية. بابية البابية تنقص على البقال وعلى الفلاح. 3000 دينار سيارة. هاي وحدة. هاي يعني شغلة عادية، بس الثانية بعد اكو جباية ياخذون مثلا اكو على الخس، على الخس، الخس مستورد والخس العراقي. ياخذون اكو سيارة ياخذون عليها 13 كانوا 15 هسه ياخذون 13، ما اعرف هاي بيها بالنسبة لها، هو محلي انت ليش تاخذ عليه؟ المستورد هم نفس الحالة. هم عليه جباية. الصفرة هسه شالوها، كانت الصفرة مذيع العالم والله. كلش مذيع العالم. شنو هو انت افتح قمرك، انت حط قمرك هنا بباب العلوة. هنا باب العلوة خذ قمرك. ها شغله رسميه ما تعطله انت ولا حاصره ولا يومين ثلاثة ايام، اخذ قمرق هنا قمرق يا علوة انت طالع عليها مال جميله بجميله، مال الرشيد بالرشيد، وافتح قمرق وخلص العالم. اخذ قمرق على السيارة بس مو اخذ يعني مو شيء رسمي، هذا اكو شيء مو شيء رسمي، اكو اجباريه اعتبار، يعني انت السايق مطيكر و700 الف تعال اعطيني 200 الف ويلا تعبر،
هو محمل مخضر، وهذا موجود بالخضر بالعلوة، ماكو شيء ممنوع، ماكو شيء ممنوع. خضر موجود بالعلوة. تلوت من عفد مرة، عندك موجود عندك محلي موجود بالعراق مثل البوتيتا موجودة عندك بالعراق، أمنع البوتيتا. عندك شنو برتقال موجود بالعراق أمنعه، وشوفه يكفي أنت، شوفه كافي للعراق ويغذيه ومسيطر أنت، هذا أمنعه. بس أنت لا ما موجود عندك ومانعه، ما موجود، ما موجود عندك ومانعه، هذا غلط. الفلاح هو هاملة الدولة مثل ما هاملة كل المواطنين وكل الشعب، لا سماد لا بذور لا مي، منين يزرع؟ وإذا زرع هاي الطماطة هاي مال الزبير بس تنفست صارت ب 500 ب 600 دينار، جابوا الطماطة الإيرانية وضخوها للسوق وخلوا دايح الفلاح وما يعرف إذنه وين يصير. شو تريد يعني؟ شنو البوتيتا زرعها هذولا بالزيدان وبالفلوجة وبالهذا وبالقرمة، زرعوا البوتيتا دخلوا عليها البوتيتا الإيرانية، يا أبا مهسة موسمهم الفلاح ده يستفاد، خلوه يستفاد له كم فلش، يطلع البذور يطلع السماء يطلع حق الزرع ماله، خلوه يستفاد. ما ماكو، جابوا الإيراني حطوا فوقها لا حياة اللي من تنادي، المن تحكي ويا من تحكي؟ هذا سؤال لما تحكي وياك وتوصل لهم الرسالة، اذن طين واذن عجين، من راح يسوي شيء؟ وانا بدي احكي لك انا لا فلاح ولا ابد، على مود لا يقولون بانه فلاح دا يدافع للفلاحين والزرع مال فلاح. فهي حشاك السمكه من راسه خايس، خصم الكلام. المتضرر اول شيء المواطن، اول شيء المواطن. احنا فلح عندنا، الزرع عندنا من يطب العراقي يطب عليه المستورد. هسه هاي البوتيتا توصل سعرها ب 200 وهي المستورده بيش؟ المستورده ب 20 ورقه، يعني ما سد فلوس. هسه انت لو الفلاح يزرع من تكف العراقيه يصعد الزرع المستورد، توقع الطماطه العراقيه يصير صندوق ب 2000 ب 3000، توخر العراقيه تصير الطماطه بألف وفوق. يعني سبب من؟ ماكو تشجيع للفلاح، ماكو يعني دعم للفلاح بكل شيء، لا بالسماد لا بالبذور لا بالكيمياوي، كل شيء ماكو. خاف يطلعوك بالتلفزيون وانطينا وانطينا، كله شرب، ماكو. هذا سببها. هو عندنا لو الفلاح يزرع مالنا يغطي كل المنتوج، ماكو زرع يطب ويا العراقي. شنو لا يا الحسين، هسه البرتقال المصري تلقي ب 900، البرتقال العراقي هذا ب 700 6 ونص، شيل هذا، هذا مو فلوس تطلع الخارج كليته؟ تطلع لو ما تطلع انت هسه حتى ببلدك تداورها الفلوس، الفلاح يشتغل والعامل يشتغل، ايادي عامله هوايه عاطله عن العمل، من يصير الفلاح يشتغل راح يجيب العمال، مو فلوسك داير ما داير بلدك. انت يوميا كم الف كم مية شده تطلع برا؟ البراد ايش قد فلوسه؟ كوكو شيء ما موجود مثل الموز تفاح، هذني يجيبوهم لازم. شنو يجي ببالك يجي؟ بس مثل الطماطه البوتيتا الخيار، هسه الخيار العراقي من يوقع يوصل لل 200 لل 300، هو بس يعني تعب الفلاح وكروته والسماد اللي يخليه، البذور شيء هالقدوته ب 100000 دينار. ماكو دعم، يعني لو دوله تجيب هي هذا سعره ما يتجاوز ال 10000 دينار. فلاح يزرع بدل ما يزرع له بيت يزرع له 10 بيوت، هذا اللي يريد الفلاح. اذا الفلاح يوقع العراق البوتيتا صارت ب 200، هي صايره عليه فوق ال 400 دينار. شيل البوتيتا العراقيه تصعد تصير ليش ب 750، طب ابوها لا المحليه اكل مستورده هسه ب 700 وب 800، واكل محل واكل مستورده ب 300، والمحليه مالتنا ب 4 ونص ب 400. اكو اغلى منها واكو ارخص منها، مثل ما اكو نظيف اكو رديء. اي ماكو، لا تقول لي اكو احسن منها واكو ماكو اردى منها، لا اكو اردى منها. لا الفلاح هسه عندنا في العزرع ايش قال نسبه 10%، لو يزرعون مثلا نسبه 70%
زرعها منزلي يرخص يعني، يعني يقول يجوز 10% فلح ما ازرع والله، يعني لو يزرع 50 60% من فلح مال العراق يصير فلس ونص الزرع. اي والله هذا الموضوع يعني يكثر يعني زين، يقول 10% من فلحنا ما يزرع، 10% ماكو هاي مناطقنا هاي اليوسفيه ما يزرع 10% ترى مو اكثر من 10% والباقي كلها قاعده. يا ابو قبل جمعيات البذور جمعيات الفلاحين ينطون بذور ينطون سماد، يعني على انت زارع ينطوك. هسه السلف المن ينطوها كل واحد وجماعته، يعني يجي ياخذ سلفه مال فلاح، بس هو مو فلاح، مو فلاح هو، بس ياخذ سلفه مال فلاح. هاي الموضوع على ايش قلتوني استاذ العزيز؟ هذا الموضوع يعني هسه عالم ماخذ السلف مليارات بس هو مو فلاح. هذا الموضوع هسه اتحدى لك اذا تشوف فلاح ماخذ سلفه من الدوله طلع عليها كلها. ليش هي البطاله بس هنا؟ اغلبيه الناس هاي كلها محافظات فلح، يعني ما عندهم مي، ما عندهم فلح يعني مي ما عنده. شو شو يزرع؟ يجي هنا يشتغل عمال كله يدفع عربان. اي ما عنده تلقي هسه وانا باسم بال عنده فوق ال 100 دونم ما يزرع، مي ما عنده. اذا انت مي ما عندك ببيش شو تسوي؟ هسه شوف ذول العربان يسالهم، هاي اسالهم كل اسالها العربان يقول لك انا من الديوانيه من السماوه عندي قاع بس مي ماكو. تحكي لي همين اريد انه معاناته بالتريلا اللي كثرة المستورد اللي داخله بالسوق المحلية حاليا سببها الدولة. عندنا منافذ بالحدود، منافذ بالجنوب ومنافذ بالشمال. كثرة المستورد الدولة ما دعمت الفلاح من ناحية المنتوج الوطني. عندنا منتوج وطني، عندنا فلاح يغطي السوق بس الدولة مكسرة الفلاح، ما دعم الفلاح ماليا. كان بزمن النظام السابق داعمته بالآليات الزراعية وداعمته بالمبيدات وداعمته بالأسمدة وداعمته موجود المنتوج النفطي المحلي. يعني أقل فلاح حاليا يدفع بالسنة ما يقارب، أقل فلاح بسيط يدفع 2-3 مليون، عاد أهل المزارع اللي خسران له 100 مليون 200 مليون، هذا كله على المنتوج النفطي لتشغيل الآليات اللي تنقل المي من الشط إلى المزرعة. هذا ما بيها دعم، يعني احنا أسوة بإيران أو بالسعودية سعر المنتوج النفطي بالنسبة للمواطن أرخص من عندنا، وإحنا عندنا نصدر النفط بس إحنا مغلينا على المواطن، دولتنا مصعدة السعر على المواطن. إيران 200 دينار أو 150 دينار سعر اللتر، إحنا بيش 450، شنو الفرق؟ إحنا دا نصدر وهم دا يصدرون، ماكو دعم من هاي الناحية. المنتوج اللي مستورد اللي مغطي البلد حاليا الدولة كسرت الفلاح، حطمته نهائيا، ما تخليه ينهض بالواقع الزراعي مالته المنتوج الزراعي. لا دعم للفلاح ما موجود نهائيا، ولا اي يعني منافذ الجنوبيه تطبق الجمرك او الشمال ما يطبق، اللي هسه حاليا اللي مفتوح على مصراعيه من ناحيه الاستيراد اللي يدخل البلد. طبعا البلد محتاج غذاء، محتاج مواطن يريد بالسوق تغطيه لحاجه المواطن، العالم تضطر تستورد، بس من الاستيراد ابو الشمال ما ياخذ جمرك، ياخذ على السياره 150، ابو الجنوب يطبق الجمرك، منفذ الشلامشه، منفذ الشيب، منفذ مهران، منفذ سومر يطبقون الجمرك، بس الشمالي ما يطبق الجمرك، لا منفذ فيروز خان ولا منفذ ابراهيم الخليل، ماكو تطبيق الجمرك فعلي حاله حال ابو الجنوب. احنا دنعاني المكائل، كل العلاوي تعاني من هذا الشغله، فلاح ده يخسر، يخسر تعب عياله، وشايف مرار يلا يصير الزرع للقطف، يجي يدخل علي المستورد يكسره. يعني اغلب الفلح خسرانه مئات الملايين وماكو تعويض من الدوله، ماكو ردع للمستورد. يعني يا ريت خلي ما يستوردون بس كود يوفرون للفلاح المنتوج مالته يتصرف. هسه انا اكو طماطه السنه مال البصره او مال كربلاء ونجف انتاج فعلي، بس بمن عندنا مستورد يدخل عليه بكثره مكسر الفلاح، ما يخلي الفلاح من يخسر ويتعب ويخسر عليه ملايين يجي للوارد مكسرته الدوله تدخل عليه استيراد. ماكو حزم للحدود حاليا،
هاي مكسره الفلاح، وانما منتوج عندنا لا، احنا كنا نصدر. ليش بالسبعينات العراقي صدر، بالستينات يصدر، بالسبعين كنا نصدر للكويت وللسعوديه، ليش حاليا ما نصدر؟ اكو مستورد يدخل علينا. احنا يا ريت الدوله مو تقلل، خلي يقلل المستورد، بس اكو ضريبه جمركيه موجوده بالحدود او موجوده بوزاره الماليه اللي موجوده بمعرض بغداد الدولي، تفرض على المستورد ابو اجازه الاستيراد انت عليك جمرك ابو السعوديه مطبق ابو ايران 200% ضريبه جمركيه. ليش العراق ما يطبقها على المستورد؟ حتى من يرفع من يجيب حاجه سلعه من الخارج سواء طماطه او تفاح او برتقال، ما عندنا هاي السلعه، بيش جايبها ب 500، افرض عليها 100% 500 المن ترجع لوزاره الماليه، ادعم بها الزراعه، ما تروح لوزاره الماليه لغير مشاريع. الدوله معاينه الفلاح بالمشاريع اللي موجوده حاليا حالنا حال باقي الدول، اكو دعم للزراعه، احنا ما عندنا دعم من 2003 لحد الان، زمن النظام السابق يدعم، اكو دعم بالاليات الزراعيه، بالاسمده، بالبذور، بالمبيدات، بالمنتوجات النفطيه، خمس حاجات مدعوم الفلاح بها. من انت عنده انتاج كان عندنا الانتاج مغطي البلد كافه، مغطي الانتاج ونصدر. بالسبعينات كنا نصدر، بالستينات العراق والخمسينات يصدر، نسبه التصدير بالعراق الحنطه والشعير والتمر والقطن 75% بالخمسينات، بالستينات تراجع 65، بالسبعينات تراجع 50، بالثمانينات انقطع. ليش؟ اكو علينا غزو استعماري يهدم البنى التحتيه للبلد، مو بس الاقتصاديه، الزراعيه والاقتصاديه، وكل هذا سبب شنو؟ سبب الاحتلال مرات نقول، وسبب الدوله ما عندها الموازنه الاقتصاديه اللي تعين بها البلد من كل الجوانب مو بس الزراعه. لو عندنا موازنه اقتصاديه للبلد ما صار بينا هذا المسار اللي احنا بلد زراعي وبلد صناعي وبلد نفطي. ليش يستوردون نفط من الخارج او يستوردون زراعه من الخارج؟ عندنا زراعه تغطي الدول المجاوره كافه، ليش نستورد احنا؟ عندنا اراضي زراعيه صالحه كامله من البصره للموصل كلها تزرع بالمناسبه، حتى بالشمال روح للجبال هسه تلقى زراعه كامله. اكو سيطره اللي فرضتها الدوله بسيطره الصفره اللي موجوده كانت بالعظيم، هسه حولتها اربيل عندها سيطره، سليمانيه عندها سيطره، كركوك سيطره. كل سياره تجي محمله من الشمال الدوله ليش وضعت لنا السيطرات؟ اكو خلل بالمنفذ الرئيسي اللي منفذ ابراهيم الخليل ومنفذ فيروز خان، دولاك ما يدفعون، ما ياخذون جمرك من المستورد، ياخذون على السياره 150 او 105 كانت السياره 6 وتريلا 150، لو فارضين جمرك ما كان اكو سيطره بالصفره. ليش؟ ابو تريلا من عنده كتاب استيراد اجازه تصريحه، تصريحه جمركيه يسمونها، موجود ماخذين على سيارته هذا الحمل مالته نفر التفاح ماخذين عليه جمرك هكذا يطابقونه نفس المواصفات، روح الله وياك. بس هو ده يجي بدون كتاب جمرك، ما دافع جمرك، طبعا بالسيطره الدوله وضعت. ليش السيطره هاي؟ في سبيل تاخذ من عنده جمرك. الناس اكو ناس تروح يعبر على غير سيطره، ينطبق شيش يعبر، اكو ماكو شي ماكو. والله يعني هو وشطارته يبقى بالسياره، شينطي شلون يعبر هو وشطارته بهاي السالفه، انما السيطرات سيطره الدوله وضعتها لسبيل المنافذ تاخذ جمرك. هاي عمره انا شقد؟ عمره 41 سنه، هذا مال عربان ادفع، هاي الخليج اشوفه عمره 4 سنوات 5 سنوات احسبوا له رات. هاي الخليج، هاي شوف احنا هاي نطلع من الصبح من 5 بالـ4 نطلع من الصبح نحصل لنا 5000 6000 دينار، هاي بالعربانة نشتغل، لا خدمات ها؟ لا شغل لا عمل، يجيب لك بنقاش قام يشغلون بنقاش مكان العراقيين. هي وين هاي الحكومة هاي حاطينها؟ حكومة نايمة؟ ما تواوع على المواطن هالفقير، ما تواوع على الفقرة؟ هي بس قل هاي بنطلع من الصبح من 5 الليل هاي نحصلنا 5000 6000 دينار وكلك الله زين، شغل ماكو لا خدمات لا شيء، هاي بطينا هي علو هاي هاي وين الحكومة؟ هاي حاطين حكومة نايمة ما تسمع، بس قل ما تسمع. قمنا هسه سوينا؟ قمنا نحرم على صدام حسين الله رحمه، هذاك كان يشتغل موفر لك شغل مشاريع كل شيء موفر زين،
فحطيناك هاي الحكومة نايمة، هاي ما يتباع على المواطن ولا يتباع على الفقير ولا يتباع على واحد. ماكو دعم، دعم ماكو، ماكو دعم، لا مي لا شغل لا عمل لا خدمات. هاي شوف العالم، هاي هاي قبت هي علوة، هاي هاي شوف متروسة كلها طين، هاي هاي علوة. هاي علوتنا هسه موجود ايه؟ بها بالناصرية زين، ابو السماوة ايه؟ ابو الديوانية ايه؟ ابو الحلة، اخو ايه؟ بعض الشخصيات اللي متنفذة بالبلد، اعضاء برلمان مسيطرة على الوضع هناك، سادة المشاريع مال المواطنين الفلح، ومنفذ مشروعه اللي موجودة بالديوانية، يعرفون هم عضو برلمان كبير ماخذ المي كليته محوله مالت الحلة ومالت الديوانية إله. والناس هسه اذا تروح لي غادي تلقى ذيش المناطق صحراء، ليش؟ عندها اراضي وعندها بيوت بس ما عندها مي، شو يسوي اذا هو اروال حش السامع؟ نازل بيته ماكو لا مي ولا كل شيء يمه، نسد المشروع مالته ما اجى مي، اضطر المواطن هناك يجي هاي العلوه بيها من جامعه من كل المحافظات، كل هاي العمال اغلبيتهم سماوه ناصريه حله كربله، يجي يشتغل على باب الله يدفع له بعربانه يطلع له 10 15 يوم يجمعهن باسبوع يروح يوديه لبيته ويرجع. ليش؟ اكو مشاريع معطله نهائيا، ناس مسيطره عليها قاطع المي على الناس، واسالوا بيها واسالوا، اسال هناك بالمحافظه قلهم يا مشروع يشتغل يا مشاريع واقفه. اغلب هاي العلوه تسالهم هسه السياره، حتى السيارات اهل السيارات دا يشتغلون هنا، الله وكيلك من هناك زين، دا يجون هنا يشتغلون في سبيل يعيشون عوائلهم. يجي هسه اذا تروح ورا العلوه شوفوا الغرف ايش مسكون بيها، اكو مكاتب متروكه ورا كلها مسكونه من العمال، واسالهم يا محافظه انت من يا منطقه؟ يقول لك ليش جيت لي جاي؟ ما عنده وسيله عيشه هناك، لان ما عنده مي، لو عنده مي ما اجى لي جاي، لو اكو خدمات يمه ما اجى لي جاي حتى في سبيل عافيه اهله ولي جاي. واحنا نحكي ماكو الحكي ما بي فايده، هاي 20 سنه سووا لك شغله بيها خير هم، هاي حكومه نايمه ما تسمع، طب منها اطلع منها. ايه هاي 20 سنه هاي ما تسمع، تحكي مين تحكي هم نفس الشيء. والله شحشي لك على المعاناة مالتنا، تعبانة حيل والله، فلاحتنا فقدنا الفلاحة مالتنا، لأن ماي ماكو، زراعتنا فشلت يعني 100% والله، لأن كل عندنا فلاحة زراعة ما جينا جاي والله العظيم، عمل تعبان هنا، شغل تعبان. سبب هملة الفلاحة؟ ماي ماكو. يعني معاناتكم بس المي؟ بس المي، بس المي. ماي ماكو والله، احنا لها الصدام يعني اكو ماي. نزرع خير من الله والله، ولا واحد من الديوانيه يجي ولا جاي. زين البذور ماكو، هم ما موجوده. يعني مو السبب انه بس الماي وهذا؟ اي هم شو اسمه؟ دعم الزراعه ماكو، ماي ماكو. يعني محاربه للفلاح؟ اي كلش يعني والله، يعني محاربه يعني 100%. والله العظيم. حصل لك هنا 10,000، 12,000، 15,000. اي شيء يعني مجرد عائلتك. والله العظيم. شغل تعبان يعني، انا من الديوانية حمزه الشرجي. اي والله بات هنا بالعلوه، شغل تعبان. حصلك 10 والله كل 20 يوم 15 يوم يسوي شغل تعبان. لو يكون عندنا زراعه ما جينا والله، انا على هالصدام يعني اكو ماي خير من الله، نزرع والله العظيم يعني خير من الله، ولا نجي للعلوه ماي متوفر ونزرع وخير من الله. والله هاي السيارات يعني كل سيارة تجي ياخذون عليها 250,000 بالسيطرة مال الحسينية، مدمرينهم دمار، يواكو بيهم يباتون يومين ثلاثة من الازدحامات. وهاي الزرع قوة ينباع، يجي لهنا قوة نبيع، كلها الطماطة طب 5.5 ما تنباع، 5.25 و 500 كلها خسائر. ماكو منتوج عراقي. شنو الأسباب؟ ما يزرعون، ماكو الدولة ما تدعمهم، ما تدعم الفلاح، ماكو دعم للفلاح. والله بالنسبة للسيطرات يعني الزرع جاي يتأخر بالسيطرات، ويأخذون فلوس، والسيطرة مال أمرلي اللي قريبة على كلر، يعني ماكو لا مو فلوس ما تعبر، ويتأخر بالسيطرات الزرع ويتلف، التاجر يتأذى وبالمكتب يتأذى والمواطن يتأذى. بالعكس هو من التأخر هذا ينزل
اذا الطماطم 550 يقوموا يبيعون بها يعني خساره بالخسائر. السيطرات ماكو كلها تاخذ يعني كيفهم، يريد يعبر سياره يريد يخليها ثلاث ايام اربع ايام كيفه، ماكو لا رقيب ولا حكم. قد المبالغ اللي تاخذ؟ والله اكو السياره يجوز 200 250 يجوز اكثر، فكل من كل من ماكو كل من علم كيفه، كل سيطره يعني لها قانون وحيدها. وهسه يعني كلها متبهدله مدمره، العالم مدمره الله وكيل. اي يغلطون عليهم، هاي ما ينطي ما يخلونه يعبر، يخلونه بالسيطره ثلاث ايام غصبا عليه يدفع، لازم يورط. يعني ظلم، لاكو رقيب لاكو ماكو سيطرات غير مثلا اكو مسؤول عليه، هو المسؤول جاي ياخذ. حجي السيطرات تاخذ من كل الوادم، بس ما لها حق تاخذ، لان الساني عايف قاعي وعايف جهالي وعايف بيتي وجاي على باب الله اشتغل بعربانه، زين شنو ذنبي؟ زين ابو السيطره، ابو السيطره الجندي والشرطي وبالحكومه ايش كثر راتبه؟ راتبه 10 ملايين يعني الحكومه كلها، يعني النواب وغير النواب والوزير، وزير احنا ما لنا شغله به، بس هاي العالم يعني اكو عالم عطاله بطاله، مثل السعاني، مثل هذا الولد، مثل هذا العرباين، شنو ذنهم يعني طايرين يدورون 2000 1000 2000 3000 وشنو يشترون لهم صندوق طماطه، عايشون جهالهم، عايشون اهلهم، حجي مي ماكو، والي ماكو، والفلاح خرب. يعني قبل الطماطه قبل، هسه الطماطه بيش؟ بلف دينار كيلو، بلف صندوق يطلع عليك ب20. من تجي مات الديره مات العرب بيش تصير؟ كل 3 كيلوات بربع دينار، كل 4 كيلوات بربع دينار. يعني المواطن مقرود، خاصه الفلاح مقرود، كل شيء خساره بخساره، كل شيء ما مستفاد. واي شوف هسه، شوف هسه الزربيطه والطينه، والشغله الثانيه هسه مثل عشقه العلوه، هاي الساعه الله يرضاها، هاي الساعه يعني زربيطه، يعني ما حد يقدر يعني دبلو سبيه سوريين الثوريات ويسوون الطريق مال بشريه، تضاستر الطين ما توصل راسي. وين الحكومه؟ حكمت ايش هاي؟ لا خلوا شوارع ما فلا شوة، لا خلوا ما بيوت ما فلا شوة، ما خلوا بالعرقين كل شيء. مثل العطار بطال، شنو ذنبه؟ لا راتب، لا وظيفه، لا عيشه مثل الوادم، لا شو اسمه، يقعد بثلاثه بالليل ويقبش يروح للعمل مالته، ويحصل له 20، لو يحصل له 5، لو يحصل له 35000، لو 15000، وداخل صندوق طماطه، لو ياخذ مسواق البيت، وبعد ما عشت جهاله. ثاني يوم يورم، ما يقدر يقوم، ما يقدر يفتح زينه. بس انا يوم طلعت حجي، يوم انا طلعت بس باشر ما اقدر اطلع، ولا عقب باشر انتهي. يعني هاي فتره العربانه، بطين هاي تاخذ نص عمرك. بس من يحاسب؟ من يروح يسوي لك معامله ويعطونك راتب؟ قدمنا عليها مالت هاي من ذاك اليوم، مالت شو اسمه؟ مالت العاطلين العمل. مو؟ رحنا قدمنا فايل وعصاص وصول، وكل واحد كل نفر 10000 رحنا قدمنا. واليوم كل شيء ماكو، لا حد حكى، ولا حد عنا بالتلفزيون، خذوا بس الفايلات وشذبوا على المواطنين وضحكوا عليهم. والعالم تلقاه تلم بالطين، تطلع بالطين، تطلع وصاخه، وتطلع قصدي تطلع مسواق بالطين، تطلع بالطين مسواق، وتاخذ للجهال مالته. ابسط شيء هاي العلوه، هسه منك العلوه اللي منك، روح شوف ماكو بيوت، خيمه وقريوله، هو على خارج العلوه،
هذول هذول شنو ذنبهم؟ والوزير والحكومه مالتنا قاعد على الكرسي ولابس القاط ولابس الرباط وحاط رجل على رجل وراتبه 10 ملايين. زين هذا من حاسبه؟ على الوزير ما حد يحاسبه. من حاسبه؟ ما حد يحاسبه. بلد تافه، لا حد يحاسب، لا حد يقول، ولا حد يقول يابا شنو هالوضعيه، شنو الفساد. فساد فوق 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 عن الطاقه. من تستقر الزراعه؟ بالنسبه للمعاناه بالعلوه مالتنا، العلوه تعبانه، مو بس بالعلوه، بالواقع الزراعي تعبان، الواقع الصحي تعبان، الواقع التربوي تعبان، كل الامور بالعراق تعبانه. لمن تسال اي مواطن ما يحكي لك انه مرتاح. فامور تعبانه بالعراق بسبب حكام سياسيين افاعي وضباع، افات هنا عندنا بالعراق، ولذلك الكل ما مرتاح. المنتوج المستورد هو يدخل عن طريق المنافذ الحدوديه، والمنافذ الحدوديه ملتزمتها عصابات ومافيات، ولذلك مستفادين. انا هسه من استفاد من اي حاجه افتحها واقاتل من اجلها، بس اذا اكو شيء ما مستفاد منه ما قاتل من اجله. فعندنا سياسيين ومتنفذين ومافيات كبيره جدا، وعلى رئيس الوزراء التحري عن هذا الموضوع، لان هو يقود دوله والدوله بها شعب، والشعب ضعيف. فاذا عادل عبد المهدي رئيس الوزراء ما يدافع عن شعبه، اعتقد انه يكسر قلمه ويكسر الكرسي اللي قاعد على الحكم مالته. هذا يجب ان يسوون تقرير صحفي في المواقع الحدوديه اللي هم علني دا ياخذون. ابو التريلا ما يطببونه اذا ما ياخذون من عنده فلوس. الشرطي اللي واقف بالقمرق ما يعبره اذا ما ياخذ فلوس. وهذا بلدنا تعبان. بلدنا على كل حكام السياسيين ان يكسرون اقلامهم ويقعدون على صفحه. خلي ينطونها للناس اللي تقدر تحكم البلد. يعني مثلا اكو تريله مثلا ما يعبرها بخمس اوراق، اكو تريله اكو براد يعبرونها بدفتر. خلي يروحون يبحثون هاي البرادات اللي يعبرونها بدفاتر، شو محمله؟ محمله برتقال؟ طبعا لا، محملين اشكال مشروبات كحوليه واشكال الوان. خلي ينزلون للاسواق ويشوفون. محلات المشروبات لازمين عليها سرى الزحام، ليش؟ مو المواطن هذا ابو مصموط. لقمه ما لاقي ياكل، اكثر النساء تفتر بالعلوه اهل المكاتب والله ينطونهم. اكثرها العالم تعبانه. وزير الزراعه ما يدري شكو ماكو، بس ملتهين بالصفقات وملتهين بغير شغلات. اما هذا الفلاح العراقي اللي يمتلك الايد السمراء اللي يتعب ويشقي يقدر، احنا نصدر للبلدان. اصبحنا احنا نستورد الفجل من سوريا. بلد هذا من عابة هيجي بلد اللي تحكمه هيجي سياسيين. مع الأسف والله، مع الأسف. حرامات دجلة والفرات بالعراق، وحرامات دجلة والفرات يمشون عليها السياسيين لأن ما يستحقونها. مع كل الأسف بلدنا يراد لناس شرفاء أمناء. جماعة الإذاعة، كم فرق جماعة الإذاعة؟